بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كلامنا الأسبوعي في خصائص النبي صلى الله عليه وآله، لعله لمناسبة هذا اليوم، يوم ولادة السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لعله الحديث ونرجع إلى الخصائص إذا استطعنا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أشرف أهل الأرض عنصرا. هذا النموذج من التعبير وارد في كلماتهم كثيرا، مما يتبين صحة النسبة فيه، يعني الحديث هو صحيح لاكتشاف هذا النموذج من الكلام أنه هو كلامهم. لو كان الفقر شخصا لقتلته، لو كان العقل شخصا لكان الحسن. هذا النموذج كثير حول الإمام الحسين موجود، حول السيدة الزهراء، حول أمير المؤمنين موجود هذا النحو من الكلام: إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، حتى يلحن له في القول، في حديث آخر فيعرف لحن القول، نموذج الكلام، طريقة الكلام عرفة أن هذا الكلام من كلام أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم. فهذا النوع من الحديث: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أشرف أهل الأرض عنصرا. فإذا هذا النموذج من الكلام موجود في كلمات النبي، في كلمات أمير المؤمنين، في كلمات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وضربنا بعض الأمثلة لكم. شنو يريد يتبين هذا حينما يقول لو كان الفقر شخصا لقتلته؟ شنو يريد يبين؟ هذه لو باصطلاحهم حرف امتناع. لو كان الفقر شخصا لقتلته، لابد هذا المعنى لا يكون لاغو وتعليق على أمر لا يكون. حرف امتناع الامتناع صحيح، ولكن لابد أن يراد بهذه الكلمة معنى راقي، معنى جيد، إما أن يكون في مقام المادح، في مقام الذم، لابد أن يكون هنا يريد يبين سوء الفاقر، ذم الفاقر، وأن الفقر لا يستحق الوجود، الفاقر لا يستحق الوجود، لأنه مو من صفات الله تبارك وتعالى. واللائق بالمؤمن أن يتصف بصفات الله تبارك وتعالى وهو الغنى، غير المسائل الثانوية الأخرى. أصل الاتصاف دا أتكلم عنه، لاحظتوا؟ اللي ما عنده غير اللي فقير للنبي صلى الله عليه وآله. هذا في ضمن مقطوع الحديث، هو أكبر من هذا، هذا جزء منه.
بتكملة بعد. فالغرض أنه تلاحظون هذا النوع من التعبير يريد يبين شيء، لو كان الحسن شخصا، يعني لو تجسد الحسن، وهذه الألف واللام ألف ولام الجنس، يعني كل حسن مادي وكل حسن معنوي لو تجسد في الخارج لأطلق على ذلك فاطمة، لكان فاطمة، يعني يستحق هذا الاسم. منه تعرف أن كل حسن في عالم الوجود مبثوث، وفي عالم الآخرة موزع، كل ذلك الحسن يعود إلى أصل وعنصر نابع من شيء، ذلك الشيء هو الحقيقة الفاطمية صلوات الله وسلامه عليها. يعني الجمال الموجود للحور هذا إشعاعات فاطمية، الجمال الموجود في الجنة في أوراقها في أشجارها في ألحانها في أنهارها في لبنها في أمورها الأخرى، هذا إشعاعات من الحقيقة الفاطمية. وإذا أكفد مظاهر تستحق الحسن في الدنيا هي أيضا باصطلاح أهل المعرفة يعبرون عنها هذا نزول، يعني لم يحتفظ بمقامه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني الحقيقة هناك موجودة، هذا اللي يجيكم مو الحقيقة انكشف، ليست الحقيقة انكشفت لكم، وإلا احنا ما نفهم. انتم تلاحظون في حديثين ينقل من شهراشوب والقطب الراوندي وغير من المحدثين ينقلون، كمثال أضرب لنقل هؤلاء باعتبار أبرز من نقل هذه المعاني، يعني يقف العقل على هذا المعنى. في مورد قميص اللي في أول الرواية عبر عنه بدرع ثم قال قميص، يعني بيّن أن هذا الدرع هو القميص. الرواية الأولى، شوف شنو هذا المعنى، الرواية الأولى أنه جاء فقير إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الحمد لله أعرف مني بهذه الأمور، وإنما حتى نذكر السيدة ونتبرك بذكرها، الله يسلمكم. فقير يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب شيئا، ورسول الله يقول ما عندي شيء أنا، خذه يا سلمان إلى بيت فاطمة. فيأتي به سلمان، سيدي يا رسول الله أنت تدري فاطمة ما عندها شيء، وش منو عنده؟ هو يوم خندق، يوم حفر الخندق، ويوم العمل، يوم الإجهاد، والمسلمون يتصاببون عرقا وما عندهم شيء ياكلوا. فحصلت فاطمة صلوات الله عليها على شيء يسير من الحنطة أو الشعير، طحنته خبزته، يعبر عن المقدار اللي حصلت، مو كم قرصة، ما أدري كان قرصة واحدة وتكسرت، كسيرات هاي كانت، يعني الظاهر قرصة واحدة وتكسرت. فأتت بكسرة منها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحفر الخندق، فقال بني فاطمة ما هذا؟ قالت كسيرات خبزتها للحسن والحسين فأتيت بواحدة بكسرة منها إليك. فقال بني هذا أول طعام يدخل في جوف أبيك منذ 3 أيام،
ثلاثة أيام، يوم حرب يوم عمل يوم كذا، ما داخل شيء في بطنه، ثلاثة أيام ما ماكل، مع ذلك في تلك الاستقامة. الغرض أنه هو ما عنده شيء، وفاطمة ما عندها شيء صلوات الله عليها، ولكن لابد أن يكون اللي يريد يروح. إذا انصرف شخص من باب النبوة لابد أن يكون أولا بباب فاطمة ثم بباب الولاية، لأنها هي الحالة الوسط بين ولقد أرخي دونها حجاب النبوة. شنو هذا المعنى؟ أرخي دونها، حديث هذا، أرخي دونها حجاب النبوة، يعني إذا الناس ما يشوفون النبوة عند النبي صلى الله عليه وآله بينهم حجاب، لا يسمعون الواحي ولا يرون جبرائيل وما يعرفون معاني النبوة، هي أرخي دونها، الستار ذبوا، ليس بينها وبين النبوة ستار. إذا يجي جبرائيل هي تشوف جبرائيل، إذا يتكلم جبرائيل مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تسمع جبرائيل، وربما تكلم معها وبعد رسول الله. شلون صارت المصحف فاطمة؟ شلون صار؟ هو هكذا صار، كان يأتيها جبرائيل ويحدثها ويؤانسها لشدة ما نزل بها من الحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله. شو هسه الأبحاث اختلطت بعضها ببعض، ردنا احنا يعني نريد نستشهد بشيء نروح على شيء آخر، نرجع على ذيك المسألة حتى ننجر غير مكان، إذا الكلام ظل الكلام يجر الكلام. فأتى سلمان، السلام عليك يا بنت رسول الله. وعليك السلام يا سلمان، هذا فقير، رجل من بني أسلم، رجل أسلم من بني أسلم، يوم من بني سليم. هذا النبي أراد أن يكرمه، فقير ما عنده شيء، تعطيه شيء تبطي. هنا الرواية تقول هذا القميص اللي عليها نزعته أعطته لسلمان، قالت ارهنه عند شمعون اليهودي وخذ مقابل شيء اعطي الفقير. وشمعون اليهودي استلمه وكان يقبله ويبكي. هذا الشمعون اليهودي، هذا لاحظ الرواية، كان يقبل هذا الدرع، هذا القميص، يقبله ويبكي وقال يا سلمان هذا والله الزهد الذي كنا نقرأه في التوراة، الزهد اللي كنا نقرأه في التوراة هذا. لاحظت هذا المعنى؟ ثم هذا الرجل يتأثر بقميص فاطمة صلوات الله عليها ويوجب له الإسلام، يسلم ويحسن إسلامه، وهكذا وصفوه وحسن إسلامه. هذا شمعون، هذا غير ذيك القصة الملاءة، ذيك قصة الملاءة رهنها أمير المؤمنين عند رجل من اليهود اسمه زيد، هذا مو شمعون، شمعون مال ذيك القصة، هذا اسمه زيد، فوضعها، وضع هاي الملاءة في بيت، يعني غرفة من الغرف، غرفة عنده أعدها لي الأمانات والكذا والشي، فخفاها في ذلك البيت وأعطى الشيء اللي يريده لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. فلما صار الليل اجت زوجته إلى ذلك البيت فرأت نور يتلألأ، انبهرت، نور يشع، نور يتلألأ، البيت ده يضوي كأنها شعلة تضيء، فرد شعلة، فرد شي شاعلين
ودي يضوي. بسرعة نادت زوجها زيد اليهودي اجا. هكذا تقول الرواية: خرج يعدو إلى أقربائه وخرجت تعدو إلى أقربائها. هي قالت له أنا أروح أجيب أقربائي، هو قال أنا ما أروح أجيب أقربائي. فاجتمع 80 من اليهود وهم ينظرون إلى ملاءه، وكانت من صوف. شنو شأن هذا الصوف يطلع منه نور؟ شنو شأنه؟ وهو صوف، هو كانت تلبسه فاطمة صلوات الله عليها. شنو صار؟ ماذا اكتسب هذا الصوف من فاطمة صلوات الله عليها؟ في عبادتها كانت تلبس هذه الملاءة. نعم، هذاك قميص شيء وهذا شيء، هذا خرج منه النور، نور يتلألأ منه. فأسلم 80 من اليهود، فأسلم 80 من اليهود لما رأوا من ملاءة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذا كانت هذه الملاءة هكذا، من أين اكتسبت ذلك؟ إحنا ما نقدر في هذن الأمور البسيطة، إحنا ما نستطيع ندركها، إلا أنه نعم ندرك بعض الأشياء التي جاءت طشار باصطلاحنا أو نفحات، يمكن أن ندرك ذلك، بعض الشيء ندركه. لاحظوا بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، حديث رقم 92 على الأحاديث المرقمة، هسه بعضها شوي لي قدام بعضها لكذا، بعضها حديث 38 من الجزء الثاني، هو مقسمي 8 أجزاء صغار، هو كل الطبعة القديمة 200 وكسر صفحة، الطبعة الجديدة صاير 500 صفحة تقريبا تحقيق وكذا وشي. لاحظوا هناك يعني الذوبان والمحبة لأمير المؤمنين هي جزء من مقومات هذا المعنى. أقرب الخلائق إلى الله عز وجل الملائكة لشدة حبهم لعلي بن أبي طالب، يعني كل واحد يشتد حبه يقرب مقامه من الله عز وجل. وهذا المعنى لو تردون تلاحظوه مبثوث في هذا الكتاب بشكل كبير وكثير، بشكل كبير وكثير مبثوث في هذا الكتاب بالخصوص، بكل جزء حاط له مجموعة من الأحاديث في فضل حب علي. ما مررت بملأ من الملائكة إلا وقالوا السلام عليك يا رسول الله، ثم سألوني عن علي بن أبي طالب. أول شيء يسألوني عن علي بن أبي طالب. شدة الحب هو الذي يقربهم أكثر إلى الله عز وجل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ الأعمال إذا تقبل منا بركة حبهم، إذا تقبل، وإلا إذا الحب ما موجود قطعا هذه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي أقوام يوم القيامة أو يأتي أناس يوم القيامة ولهم من الثواب كجبل أحد، ولهم من الثواب كجبل أحد. ذولا وين ثوابهم؟ ينفخ فيه يصير هباء منثورا. يعني يقول ذولا لو أعمالهم كان فيها ولاء، ما أدري مقدار مساحتها مثل جبل أحد، ثقلها مثل جبل أحد، أهميتها مثل جبل أحد،
يمكنهم كلها وجوه غير الاحتمالات لا تحتمل. عاده في الاحتمالات واحد يصيب، لكن في الوجوه كلها صحيحه. فلذا في القران وجوه، وفي كلمات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وجوه، لان اني لاتكلم الكلمه على 70 وجها، 70 وجه يمكن ان يكون للكلمه. فكل باصطلاحنا احتمال هو ليس احتمال، هو وجه من الوجوه، يعني الشيء اللي يمكن ان يكون معناه هذا وجه يمكن ان يكون مقصود، يعني صحيح هذا لا ينافي، خلاف الاحتمال. بس انا لا ادخل فيها الامور الثانويه تبعدني. الغرض انه في انقل من بشاره المصطفى، تلاحظون هذا المعنى. كان رسول الله صلى الله عليه واله جالسا بين اصحابه فقال: سيدخل عليكم رجل صعد اليه من الثواب من الحسنات، صعد الى السماء، ما لو قسم معشاره على اهل السماوات. احبابي هذا كلام يعني لا يتعقل. هذا اهل السماوات ايش قد عددهم؟ شلون لا يعلم ذلك الا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو. قال: سالته عن الملائكه، عن عدد الملائكه. قال: اكثر من تراب الارض، ذرات تراب الارض ايش قد هم اكثر. هي بعجه واحده والارض كل شيء ما متحركه من مكانها وما متاثره، عجة واحدة تجي هاي ذرات التراب، ما يمكن كف من التراب ما يمكن لنا إحصاء ذراته. في عالم الملكوت ايش قد بي؟ شنو بي؟ لأن ذاك العالم مو عالم التزاحم، يمكن في مكان هالكبراته مليار مليار من الملائكة فيه، مو شأنهم شأن التزاحم. لاحظتوا؟ فيعني احنا لا نتصور أنه مساحات وكذا وشي، لا، شأن آخر هذا. يقول: معشار هذا لو قسم على أهل السماوات لكان نصيب أقلهم أن يدخل به الجنة، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، نصيب أقلهم يدخل به الجنة ووجبت له الجنة. شو نسوي هذا؟ منا يبحثون عن الشخص. أقبل رجل من الأنصار رث الهيئة، قد زوروا هذا الحديث المزورون والمدجلون من المخالفين لأهل بيت العصمة والطهارة، وقالوا هو عمرو بن العاص. لاحظت التزوير؟ الفضيلة اللي يردون يسرقوها، شلون يسرقوها؟ فدخل رجل من الأنصار رث الهيئة، ألبسته طبيعية، وكأنه يعني باصطلاحنا لو تريد تشوف المنظر في دخوله شنو صار، أنا دا أصور لكم المنظر اجتهادا مني مو من كلمات الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وآله اسمع هيك مقولة تكلم بها عظيمة، ويجي فرد واحد شلون يعينه؟ هذا يعاينه شكل، هذا الصدق، هذا هو، هذا بهالألبسة، يعني شأننا احنا في المجلس لو كنا شنو كنا؟ اذا واحد يوصف لنا نعاينه، لا، ما معقوله، اخاف غيره، اخاف كذا. وهذا هم شايف ذولا متعجبين، ايش بيهم ذولا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا اللي صعد له الى السماء من الثواب والحسنات، هذا اللي حكيت عنه؟ قال: نعم. سلوه: شو مسوي بويا انت؟ قال: ما مسوي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه واله: تكلم لهم، شنو انت؟ ايش سويت؟ وين طلعت؟ قال: خرجت في حاجة، كأنه بطيت عنها كذا شيء، فقلت فاتتني، صورت ان الحاجة فاتتني، فقلت لأعتاضن عنها، عوض هذه،
بالنظر إلى وجه علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. اللهم صل على محمد. فيتبين من آخر الحديث أنه خرج في طلب درهم أو دينار، فات قال هسه الفلوس فاتتني، الأموال فاتتني، خلي تروح، هذا الكمال لا يروح مني. فذهبت فنظرت إلى وجه علي حبا به وبما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تلك المقولة. هاي الله وكيلك بقولتنا، ما سويت شيء غير هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه، طبعا أنا الحديث كله ما قرأت لك إياه، الحديث أوله أريدك أنت تروح تبحث، هسه مو كل الحديث أقرأ لك إياه. هم ناس قاعدين قالوا: يا رسول الله، فلان خرج في تجارة إلى الصين فرجع فما أسرع الكرة وما أكثر وأوفر المال وكذا وكذا وفلان وشي. قال: أنا أدليكم على واحد أكثر من هذا حصل. قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر هذا، لاحظتوا؟ فالغرض أنه قال: خرجت في طلب دينار، في طلب الدينار أو الدرهم. النبي صلى الله عليه وآله في آخر الحديث قال له: أنت خرجت وفاتك، وأنت عوضت ذلك بالنظر، وهذا الثواب اللي أنا أخبرت القوم عنه صعد إليك، صعد لك هذا الثواب. إذا كان مقدار ثواب النظر نظرة واحدة إلى أمير المؤمنين، فكم كان حب فاطمة لعلي حيث فدت بنفسها، وكم كانت تنظر إليه حبا. فلذا صلوات الله عليها، إذا كان المؤمن العادي حصل هذا، لا بد ذاك فاطمة صلوات الله عليها لا يعلم إلا الله بمقدار الثواب. وحقيقة الأمر هو هذا. لاحظوا العلامة المجلسي رحمة الله ورضوانه عليه في البحار، في الجزء الثامن أو السابع من ذن الأجزاء المقطعة، يتحدث عن الآخرة، الجزء الثامن ببالي، بعيد العهد، يعني عن قريب ما شفت هذا من زمان، لعله وأنا في إيران لاحظت هذا المعنى، يعني أكثر من 15 سنة. هناك لاحظوا يذكر أهوال القيامة تشتد كذا، شيء الناس يتصاببون عرقا، يدخلهم الهول. فالشيعة يتوسلون بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، هب لنا ثواب نفس واحد من أنفاسك على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة، ليلة المبيت. فيقول: إلهي، هؤلاء شيعتي وهذا موقفهم ومحبتهم وكذا، فأنا وهبت لهم ذلك، هذا ثواب النفس، أنا وهبتهم ذلك، فيغفر الله لهم جميعا. اللهم صل على محمد. هذا ثواب نفس. شقد بالمحشر أكو ناس، وشنو من طبقات مختلفة، ثواب نفس واحد، ذاك ثواب نظر، هذا ثواب نفس. فعلى أي حال، كان غرضنا أن نقرأ شيء من الخصائص، قلنا نقول فد حديث واحد ونرجع على الخصائص لعله حتى نقرأ شيء منها، فما لحقنا. بالنتيجة أقول: السيدة فاطمة عليها هي مظهر للحسن الإلهي، مظهر للجمال الإلهي، ومن مظاهر هذا الجمال يوم القيامة، من مظاهر هذا الجمال يوم القيامة المهدي طاووس أهل الجنة. اللهم صل وسلم. ومعلوم لديكم
حاشاهم صلوات الله عليهم، حديث نبوي، حاشاهم أن يمثلوا تلك الذوات المقدسة بالحيوانات. فلابد أن يكون أكفرة شيء تمثيل تشبيه، باعتبار الطاووس مجمع للجمال، مجمع للألوان الجمالية الزاهية الراقية. بهذا الاعتبار يعني أجمل مظهر من المظاهر الفاطمية يوم القيامة، من أجمل المظاهر اللي تظهر للناس، وإلا سيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن تظهر للناس. ونقلت لكم ذلك الحديث عن الفيض الكاشاني، تذكرون؟ تذكرون حديث نقلت عن الفيض الكاشاني؟ أهل الجنة بين أهل الجنة في الجنة يتنعمون، إذ ظهر عليهم نور فقالوا هل ظهر لنا ربنا؟ الله طلع حتى نشوفه؟ ما معقول يتكلمون هذا الكلام، انبهروا من شدته. فيقال لهم هذا نور رباعية فاطمة إذ ابتسمت أو ضحكت لعلي عليه السلام. إذا هذا المظهر، والمظاهر ما يمكن أن تظهر أكثر من هذا، ما يمكن أن يظهر مما يمكن أن يظهر من جمالها، هو جمال الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي قال يملأ الأرض قسطا وعدلا. والقسط والعادل من مظاهر الجمال الإلهي هذا، بعدما ملئ ظلما وجورا، اللي يخرج اللي يملأها. وقد ورد في الحديث في تفسير الآية وبيان مصداق الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، قال نور الإمام، إذا ظهر الإمام يستغني الناس، شلون يستغنون ما أدري أنا، شنو يصير ما أدري، يستغني الناس عن ضوء الشمس والقمر. اللهم صل على محمد. شنو من إشراقات، شنو من أشياء يردون يبينوها صلوات الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا أبواب معرفته وعلمه إن شاء الله، وأن نرتقي في هذه الأبواب وتحسن معرفتنا أكثر حتى يزداد حبنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.